يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب المصلي يناجي ربه عز وجل، ما معنى هذا التبويب؟ نعم، يدعوه يناجي ربه، يعني يخاطب ربه ويدعوه: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من هو يناجي ومن هو يدعو؟ يدعو ربه عز وجل. نعم، والمناجات هي الصوت الخفي، والمنادات هي الصوت المرتفع. نعم، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني موسى عليه السلام. نعم.